السلام عليكم. مواعيد مباراة المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 هي على الشكل التالي: المباراة الأولى المغرب ضد كرواتيا يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 في حدود الساعة 11 صباحا بتوقيت المغرب، 12 ظهرا بتوقيت مصر، 1 ظهرا بتوقيت السعودية. المباراة الثانية بلجيكا ضد المغرب يوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في حدود الساعة 2 زوالا بتوقيت المغرب، 3 زوالا بتوقيت مصر، 4 زوالا بتوقيت السعودية. المباراة الثالثة كندا ضد المغرب يوم الخميس 1 دجنبر 2022 في حدود الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب، 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله.